الحمد لله رب العالمين، سبحانه يحب التوابين ويحب المتطهرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، فاللهم صل وسلم وبارك عليه أمين. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أمين. عباد الله، إذا كانت النظافة مطلوبة دائما فهي تتأكد في المساجد لأنها بيوت الله، بيوت العبادة، وعلى المسلم أن يأتي المسجد نظيف البدن نظيف الثوب حتى لا يؤذي أخوانه المؤمنين بالروائح الكريهة. الفصل فصل حرارة، العرق موجود، الروائح الكريهة موجودة، الإنسان ماذا به نشيد الجامع إلا ما يكون نظيف طيب الرائحة، متعطر، يغير ثياب العمل، لا يأتي بثياب العمل ربما التي فيها يعني روائح أو بقايا مما تسبب فيه العمل. وفي هذا الإطار نهى النبي صلى الله عليه وسلم من أكل بصلاً أو ثوماً أن يأتي المسجد حتى لا يؤذي الملائكة ولا المؤمنين. سيدي النبي نهى أنه اللي عنده كلال بصل أو الثوم يتسبب في روائح كريهة يعني تصدر من المعدة، فأمره أن لا يأتي إلى الجامع حتى لا يؤذي الملائكة ولا يؤذي الناس. وبالتالي كل إنسان يشوف أنه عنده ربما روائح من العرق أو عمل أو غيره فليغتسل أو فليتطيب، وإلا فلا يقرب المسجد. قال عليه الصلاة والسلام: من أكل البصل أو الثوم أو الكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. واعلموا أيها المؤمنون أن نظافة المسجد هي مسؤولية الجميع، ولا تنحصر المسؤولية في المنظف. صحيح عندنا منظف، لكن النظافة هي مسؤولية الجميع، يعني يلزمنا نحرص على أنه ما نلحقوش بالجامع ما يلوثه أو ما يتسبب في انتشار رائحة كريهة فيه، وهذا دورنا احنا الكل، وهذه تعتبر مساعدة. بل علينا أن نساهم جميعا في صيانة المسجد وحمايته مما قد يعلق بثيابنا أو نعالنا من أوساخ أو غبار، كما يجدر بنا في هذا المجال أن ننوه بجهود كل المتطوعين والمعينين على نظافة المسجد ممن يمدون يد العون إلى المنظفين، فبارك الله في الجميع. ولكل هؤلاء نريد قوله صلى الله عليه وسلم حين قال: وإخراج القمامة منها مهور الحور العين. أن تخرج القمامة الفضلات، أن تلقى فضلات أو أوساخ أو عود تخرج من الجامع، هذا مهر من مهور الحور العين. وصدق الله العظيم حين قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. صدق الله العظيم. اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإحسان. سبحان من خضع في عظمته الرقاب، سبحان من لانت قدرته الشدائد والصلاب، غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب. لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم اخذل أعداء الدين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اهدهم بما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم انصر دينك واجعلنا من أنصاره يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الوهم والوهن وحب الدنيا
وافضح امره وكف عن المسلمين شره. اللهم اهد ضالنا، اللهم علم جاهلنا، اللهم ردنا الى كتابك وسنه نبيك. فمن ابى فانت حسبنا يا رب، فاكفناهم بما شئت يا رب العالمين يا رب يا اكرم الاكرمين يا رب. وصل اللهم وسلم وبارك وزد على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد امين، وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا امين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاه.